السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم أحمد العربي، وحضراتكم بتتفرجوا على قناة العربي Learning Solution، وده كورس Introduction to IT Security أو مقدمة في أمن تكنولوجيا المعلومات، والكورس حضراتكم بيصلح للناس بتوع السايبر سيكيورتي أو الانفورميشن سيكيورتي. دي المحاضرة 10، وما زلنا بنتكلم عن النتورك أتاكس أو الهجمات اللي ممكن تتم على النتورك. النهاردة الهجمات اسمه Evil Twin. ايه موضوع الايفل توين دوت او التوأم الشرير؟ بكل بساطة حضراتكم قاعدين في كافي في الجامعة، قاعدين في whatever اي public place كده مكان عام، في public واي فاي، شبكة واي فاي بترانسميت وحضراتكم بتستخدموها، فيوم راجل ظريف كده زي الراجل الهاكر الظريف دوت مع لابتوب ومعاه برنامج، من خلال البرنامج دوت يقدر يخلي جهاز الكمبيوتر بتاعه نسخة توأم طبق الأصل من الأكسس بوينت أو الواي فاي اللي موجودة في المكان. حلو، ومعه دونجل كده، حاجة زي الفلاشة كده بإنتنة مركبة في جهاز الكمبيوتر بتاعه، مجرد ما يبدأ يعمل نسخة طبق الأصل من الواي فاي اللي موجودة، يبدأ من خلال الإنتنة بتاعته يبث الراديانس أو الموجات بتاعة الواي فاي اللي موجودة معاه. اللي يحصل بقى، جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك هيدور، هيلاقي عنده شبكتين بنفس الاسم بنفس المواصفات. طب هيكونكت على مين فيهم؟ يكونكت على الريديانس بتاعها او البث بتاعها اقوى واكبر. وفي الحاله ديت حضرتك قاعد قريب من الراجل الهاكر او الاتاكر دوت، فاصبح جهاز الكمبيوتر بتاعك بالنسبه له الشبكه بتاعت الراجل ده هي شبكه البث بتاعها اقوى، فيكونكت عليها. وطبعا حضرتك مجرد ما كنت عملت كونكت على الايفل توين ديت او الشبكه اللي تبقى الاصل من الاصليه، فهو يقدر يعمل ايه؟ يقدر ياخد كل الداتا اللي انت بتعملها، يقدر يتعامل او ياخد كل البيانات بتاعتك اللي انت شغال عليها. طبعا يا جماعه عندنا مصطلحين مهمين جدا في موضوع التعامل مع البيانات، في حاجه اسمها اكتيف وفي حاجه اسمها باسيف. باسيف دوت معناها الراجل قاعد بيتفرج بس على البيانات ما بيعملش فيها حاجه، يعني عم بعد بيشوف البيانات اللي راحه واللي جايه وممكن ياخدها ويعرفها ويخزنها عنده. اما يا جماعه الاكتف فمعناها ان الراجل دوت مش بس بيتعرف على البيانات، ده بيقدر حضراتكم يعدل فيها ويديليت منها ويحذف اللي هو عايزه وياخد منها اللي هو عايزه. فدول المصطلحين بتوع الاكتف ومين والباسف. معنى كده حضراتكم لو انا دخلت اي مكان ولقيت الشكل ده وانا بفتح الواي فاي سواء من خلال اللابتوب او الموبايل، اتنين نتورك ليهم نفس الاسم، اوعى كونكت على حد فيهم، ويقدر ما دخل، مش مهم كونكت على الواي فاي دلوقتي او اخش على الانترنت دلوقتي، مش مهم خالص، انا ابعد عن الشر زي ما بيقولوا ايه واغني له يعني. وعامه يا جماعه لو انا في مكان عام او بكونكت على بابليك واي فاي، يعني يفضل امن نفسي وما اخشش من خلال الواي فاي اللي هي البابليك ديت لا على اي حاجه تخص معاملات بنكيه ولا اي حاجه تخص يا جماعه حته الشراء البيع والشراء، ولا افتح من خلالها فيسبوك واحط الباسورد بتاعته او واتيفر، يعني اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يا دوب بس ممكن اعمل براوزنج للانترنت يا جماعه. ولو الواي فاي وسوري ولو الفيس بتاعي اوريدي لوجن على الجهاز ما فيش مشكله طبعا، بس برضو اخاف ان هو ممكن ياخد الكوكيز او السيشن بتاعك اللي هو موجود على الجهاز. فيفضل حضراتكم لو انا في بابليك او بكونكت على بابليك واي فاي، بلاش معاملات بنكيه، بلاش حته البيع والشراء. ارجو من حضراتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا اللايك عشان يوصل حضراتكم الفيديوهات الجديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.